السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من الفصل التاسع من الشروط التشغيل الأكاديمي، وما زلنا في الأذر إيشوز اللي هي القضايا الأخرى التي تخص الفيرتشوال ميموري، وشرحنا بعضها في المحاضرة السابقة. وصلنا إلى ما يسمى بالتي ال بي ريتش، اللي هو تي ال بي مثل ما ذكرنا هو الترانزيشن لوكسايد بافر، الريتش هو مقدار الذاكرة التي تستطيع الوصول لها التي ال بي. التي ال بي ريتش مثل ما ذكرنا هو حجم الذاكرة الذي القابل للوصول من قبل التي ال بي، يمكن حسابه من خلال المعادلة التالية اللي هو TLB size مضروبا في البيج سايز. ومثل ما ذكرنا TLB هو أحد الطرق لبناء البيج تيبل. مثاليا يعني بشكل مثالي ideally the working set of each process is stored in the TLB، يعني مجموعة العمل الخاصة بكل عملية يتم خزنها في داخل TLB. Otherwise there is a high degree of page fault، يعني ما عدا ذلك إذا لم يحصل هذا الشيء المثالي فهناك يعني درجة كبيرة للبيج فولتس، معدل كبير للبيج فولتس في كل وقت. Increase the page size، هنا ما نستطيع عمله لضمان هذا الشيء هو أنه نستطيع زيادة حجم البيج الواحدة، ولكن هذا الشيء ممكن أن يؤدي إلى زيادة الفراجمنتيشن اللي هو يعني المساحات الفارغة في داخل البيج الواحدة والغير مستخدمة، لأنه ليس كل التطبيقات تحتاج إلى حجم بيج كبير. ممكن أن نقوم بالحل الآخر هو provide multiple page sizes، نقوم بتوفير page size متعددة الأحجام. طبعا this allows applications that requires larger page sizes the opportunity to use them without an increase in fragmentation. هذا الشيء طبعا ممكن أن يكون لدينا حجم الصفحات أيضا مثل ما ذكرنا هو من مضاعفات العدد 2، ممكن أيضا مثل ما ذكرنا تتراوح ما بين 4 كيلو بايت وال 4 ميجا بايت. توفير أحجام مختلفة للبيج الواحدة راح يسمح للتطبيقات التي تحتاج بيجز كبيرة باستخدامها بدون زيادة الفراجمنتيشن في داخل البيج الواحدة. من القضايا الأخرى التي المهم أخذها بعين الاعتبار هو البروجرام ستراكشر، هيكل البرنامج. دائما هناك اليوم يعني حتى إذا كان هناك مبرمجين يقومون بكتابة برنامج معين، هناك الكثير من نظم التشغيل التي تعمل عملية اوبتمايزيشن اللي هي تقوم بتغيير هيكل البرنامج لكي يكون تنفيذه يعني سريعا ويقلل التأخير. نفترض مثلا إذا كان لدينا هذا البرنامج كمثال، إذا كان لدينا انتجر 128 في 128 داتا، يعني إذا كانت لدينا مصفوفة تتكون من 128 صف و 128 عمود، كل وإذا كنا نعرف بأنه كل الصفوف يتم خزنها stored in one page أو each row is stored in one page، كل صف من البيانات يتم خزنه في صفحة واحدة، وبالتالي هذا يدل على أنه الصفوف ستكون متقاربة فيما بينها. فهنا إذا أخذنا البرنامج الأول وأخذنا اللوب الأول الخاص بالجي اللي هو خاص بالأعمدة 4J يساوي 0J أصغر من 128 J زائد زائد 4I يساوي 0I أصغر من 128 I زائد زائد. هنا أخذنا الأعمدة قبل الصفوف على الرغم أنه إحنا نعرف أن الصفوف هي المتجاورة في الذاكرة، وأخذ بعد ذلك قمنا بإسناد قيمة 0 إلى كل البيانات data of IJ يساوي 0. هنا راح يكون عندنا عدد البيج فولتس هو 128 في 128 اللي هو 16384 بيج فولت، لأنه إحنا كل مرة نقوم باستدعاء أحد الأعمدة ثم نقوم بالتنقل ما بين البيجز الموجودة في داخله لكل الصفوف، فهنا راح يكون عندنا البيج فولت كبير جدا. أما إذا نفس البرنامج قمنا بإعادة صياغته بطريقة أنه الصفوف بالبداية ثم الأعمدة بعد ذلك، راح يكون عندنا فقط 128 بيج فولت اللي هي موجودة فقط في داخل الأعمدة الصفوف، والأعمدة راح تكون كلها موجودة في داخل البيج الواحدة. فهنا نلاحظ بأنه حتى الهيكل البرنامج الواحد ممكن أنه يزيد لنا عدد البيج فولتس أو يقللها اعتمادا على فهم المبرمج لكيفية خزن البيانات في داخل الذاكرة الواحدة. من القضايا الأخرى أيضا هي الانبوت اوتبوت انترلوك اللي هو الحاجة إلى خزن البيجز في مكان محدد في الذاكرة وعدم السماح بتغيير حجم مكانها في يعني أثناء التنفيذ. الانبوت اوتبوت انترلوك اللي هو قفل الإدخال والإخراج، بعض الصفحات مثل ما ذكرنا must sometimes be locked into memory، بعض الصفحات تحتاج بعض الأحيان أن يتم قفلها في مكان محدد من الذاكرة، لأنه يعني إذا قمنا بجلب بيانات معينة من الديسك درايف مثلا ووضعناها في مكان معين في الذاكرة يجب أن نضمن أنه هذا المكان الخاص بهذه البيانات لن يتم تغييره أثناء التنفيذ، ولن تتعرض هذه البيج لعملية السوابينج أثناء التنفيذ. The page that is used for copying a file from a device must be locked from being selected for eviction by a page replacement algorithm. مثل ما ذكرنا يعني البيج المستخدمة لنقل ملفات من أجهزة خارجية إلى الذاكرة يجب أن يتم قفلها في الذاكرة ومنع اختيارها كضحية لاستبدالها يعني أو استبدال الصفحات الخاصة بها.
ممكن اعمل هذا الشيء من خلال البيننج. البيننج اللي هو يعني مثل المصطلح الموجود في يعني البرامج العاديه، اللي هو البيننج، اللي هو مجرد انه وضع فد علامه خاصه على هذه البيج لقفلها في الذاكره ومنع استبدالها ومنع اخراجها من الذاكره حتى انتهاء التنفيذ او حتى انتهاء العلاقه ما بين الذاكره وهذا الجهاز الخارجي. بعض الأنظمة على نظم التشغيل وما تحتويه من إدارة للذاكرة Virtual Memory. المثال الأول هو نظام الويندوز. طبعا نظام الويندوز يستخدم الديماند بيجينج مع الكلاسترنج. الديماند بيجينج شرحناها بشكل مفصل أثناء هذا الفصل. الكلاسترنج هي عملية جلب الصفحات التي تحيط بالصفحة التي سببت البيج فولت، هذه نسميها كلاسترنج. طبعا كل العمليات سيتم تخصيص لها ما يسمى بالworking set minimum والworking set maximum، اللي هو أصغر مجموعة عمل وأكبر مجموعة عمل. الworking set minimum هو أصغر عدد من الصفحات التي تحتاجها العملية لكي تستطيع العمل في الذاكرة، أصغر عدد من الصفحات. الworking set maximum هو أكبر عدد من الصفحات تستطيع العملية أن تحصل عليه أثناء تنفيذها. وأيضا هذه أرقام طبعا يتم ضبطها لمختلف أنواع العمليات ومختلف أنواع البرامج. إذا كانت amount of free memory in the system falls below a threshold، إذا كان حجم الذاكرة الفارغة في نظام معين أقل من فد حد عتبة معين threshold، بعد ذلك راح نقوم باستدعاء ما يسمى بالautomatic working space trimming، اللي هو القص أو قص مجاميع العمل الأوتوماتيكي، والذي performed to restore the amount of free space. نقوم يعني عمله أو تطبيقه على كل العمليات للحصول على فد ذاكرة فارغة كافية لعمل بقية ال processes. The working set trimming removes the pages from the processes that have page in excess of their working set minimum. يعني إذا في لحظة من اللحظات process معينة، عملية معينة حصلت على المينيمم، الworking set minimum اللي هو أصغر عدد من الصفحات المطلوبة، وبعد ذلك قامت بطلب صفحات إضافية بدون الوصول إلى الworking set maximum طبعا، وتم إسناد هذه الصفحات الإضافية لها. أيضا بعد مرور فترة من الزمن لاحظ المعالج بأنه الذاكرة أو الذاكرة الفارغة هي أقل من الثريشولد، أقل من حد معين اللي هو أيضا يتم تحديده حسب نظام التشغيل. بعد ذلك قام المعالج باستدعاء ما يسمى بالأوتوماتيك Working Set Trimming، يبدأ نظام التشغيل بقص عدد الصفحات الإضافية اللي هي أكثر من الWorking Set Minimum. أي صفحة إضافية أكثر من الWorking Set Minimum لأي واحدة من العمليات يتم أخذها منها وطبعا يعني تفريغها منها وإرجاعها وتخصيصها إلى الفري سبيس اللي هو الذاكرة الفارغة التي يمكن استخدامها لبقية العمليات. هذه هي أكثر أهم الأمور الموجودة في داخل الويندوز بما يخص الديماند بيجينج والفيرتشوال ميموري. المثال الآخر اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله اللي هو سولاريز، نظام التشغيل السولاريز. هذا يقوم بالمحافظة على قائمة للفري بيجز تو أساين فولتي بروسيسز. طبعا دائما يحافظ على قائمة للصفحات الفارغة لكي يقوم بتخصيصها للعمليات التي تحصل فيها عملية البيج فولت. راح يكون عندنا ثلاث أنواع من الثريشولدز أو البارامترز اللي هي لوتس فري، ديس فري، ومينيمم فري. اللوتس فري هو عبارة عن ثريشولد أو حد العتبة الذي يحدد مقدار الذاكرة الفارغة للبدء بعملية البيجينج. يعني إذا أصبحت لدينا الذاكرة الفارغة تساوي لوتس فري، عند ذلك تبدأ عملية البيجينج. الديس فري اللي هو حد العتبة الذي عند الوصول إليه سنقوم بزيادة عملية البيجينج. المين فري هو أيضا عبارة عن حد عتبة معين عنده تبدأ عملية السوابينج، عملية الاستبدال. البيجينج is performed by page out process. هنا نقعد نفد عملية خاصة في داخل السولاريز اسمها page out، من خلالها تتم عملية البيجينج. البيج out تقوم بعمل سكان اللي هو فحص للصفحات باستخدام الموديفايد كلوك algorithm، خوارزمية الساعة المعدلة لفحص الصفحات. السكان ريت اللي هو معدل عمل السكان is the rate اللي هو معدل at which the page is scanned، اللي هو معدل عمل سكان للصفحات، اللي هو يعني this ranges from slow scan to fast scan، وهذا هو الذي يتراوح ما بين السلو سكان والفاست سكان، اللي هو مثل ما واضح من اسمها اللي هو يعني المسح او البحث البطيء والبحث السريع. البيج اوت ايضا اللي هي العمليه التي من خلالها تحصل عمليه البيجينج في داخل السولاريز سيستم is called more frequently depending upon the amount of free memory available. يتم استدعاء هذه العمليه عمليه البيجينج بشكل اكثر او اقل بالاعتماد على حجم الذاكره الفارغه المتوفره في النظام في اي لحظه من لحظات التنفيذ. ايضا عندنا ما يسمى بالبرايورتي بيجينج اللي هو عمليه البيجينج باخذ البرايورتي او الاولويه بعين الاعتبار، باعطاء الاولويه للعمليات اوف ذا بروسيس كود بيجز. دائما نعطي اولويه للكود بيجز لانه مثل ما ذكرنا كل عمليه
اللي هي أيضا للتذكير فقط. العملية هي البرنامج الذي هو قيد التنفيذ. طبعا راح يحتوي على كود ويحتوي على داتا. دائما نعطي الكود بيج اللي هو جزء من البرنامج الذي يحتوي على الكود، نعطيه أولوية أكبر من الداتا بيج. هنا نلاحظ فد مخطط يوضح لنا العلاقة ما بين الفاست سكان والسلو سكان والميني من فري وديس فري ولوتس فري. هنا طبعا إذا مثل ما ذكرنا لوتس فري عنده تبدأ عملية البيجينج، وبالبداية طبعا راح يكون عندنا سلو سكان، ولكنه بعد بمرور الوقت إذا صار عندنا ديس فري راح نزيد عندنا عملية السكانينج، ومن نوصل إلى المين فري اللي هو أقل عدد من أصغر حجم من الذاكرة الفارغة، هنا طبعا راح نحتاج إلى فاست سكان لأنه راح نقوم بعمل سكان لكل الصفحات ونبدأ بعملية البيجينج والسوابينج. هذا طبعا حجم الذاكرة الفارغة هنا، وهنا معدل السكان ريت هو اللي هو معدل البحث في داخل الصفحات لإيجاد الفيكتيم وعملية يعني البيجينج والسوابينج. هذا هو كل ما يخص الفصل التاسع من منهج نظم تشغيل الأكاديمي. نعتذر عن التأخير في إكمال الفصل، وترقبونا إن شاء الله في الفصول القادمة. لحد الآن حصلنا على الكثير من الطلبات لشرح الفصل العاشر والأحداش والاثناش، لأنه طبعا مثل ما تعرفون هي الفصول طويلة جدا، والسنة الدراسية ما أعرف إذا كانت يعني بالنسبة للبعض في وسطها، بالنسبة للبعض الآخر ربما في نهايتها. فأتمنى أنه تركونا في التعليقات ما هو أهم فصل وأكثر جزء من الفصل الذي تحتاجون شرحه قبل البقية، لأنه إذا بقينا في يعني الشرح المتواصل المتسلسل ربما تأخذ يعني عدة أشهر حتى نكمل الفصول البقية. فإذا كان هناك شيء تحبون شرحه قبل يعني خارج التسلسل قبل البقية، ففقط أذكروا لنا أسماء المواضيع أو أسماء الأمور التي تحتاجون شرحها بشكل سريع. وبعد ذلك أيضا يعني مثل ما وعدنا إن شاء الله نحاول أنه نكمل الكتاب، وإن كان هذا الشيء سيأخذ يعني وقت أطول مما تصورنا، ولكنه نعتذر من الجميع بسبب يعني كثرة المشاغل وضيق الوقت. شكرا جزيلا ومع السلامة، انتظرونا في الفصول القادمة.